مرحبا بكم متابعينا الكرام. بينها زواج الأموات وعدم ارتداء الأبيض، شاهد أغرب عادات الشعب الصيني. ولكن فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. زواج الأموات من أكثر التقاليد الشائعة في الصين، حيث يمكن للمرأة التي يموت زوجها أن تبقى على زواجها ولا تغير الحالة الاجتماعية إلى أرملة، اعتقادا منهم أنه بذلك قد يصبح الزواج أبدي، وإذا مات شاب قبل أن يتزوج يمكن لعائلته أن تخطب له فتاة. يكره الصينيون البقشيش، حيث يعتبرونه إهانة موجهة لهم ودليل على أنهم فقراء. تقدم الهدايا في الصين مرفق معها سعرها، فعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو سيئا في أغلب دول العالم، إلا أنه في الصين يدل على التقدير لشخص ما، وكلما زادت قيمة الهدية كلما زاد التقدير. عدم الاستحمام بعد الولادة، تأخذ المرأة بعد وضعها مولودا جديدا إجازة راحة من كل شيء لمدة شهر، وتستفيد في تلك الفترة بالراحة والاسترخاء فقط، ويقوم الآخرون على خدمتها، وإذا فعلت غير ذلك يكون تصرفها مخالف للتقاليد ومنبوذ. بالإضافة إلى أنه لا يجب أن تغسل المرأة شعرها أو تقوم بالاستحمام خلال هذا الشهر. من أغرب التقاليد الصينية أيضا، حيث يبتعد الصينيون عن ارتداء اللون الأبيض بقدر الإمكان، لأنه يرمز في عاداتهم إلى الموت. ولذلك لا ترتدي العروس في حفل زفافها فستانا أبيضا، ولكن يجب أن يكون أحمر اللون. الجلوس مع المتوفي في الجنازات، يقوم الأبناء الأصغر سنا بتنظيم مراسم الدفن والعزاء، ويجب أن يتناوب أفراد العائلة على الجلوس مع المتوفي لمدة 7 أيام قبل دفنه لوداعه قبل انتقاله إلى الحياة الأخرى. دفن الشباب، إن كان المتوفي غير متزوج أو شاب أو صغير السن فيتم دفنه بدون مراسم وبدون إحضار الجثمان إلى المنزل. التجشؤ أمر طبيعي في الصين. في الصين فقد تتفاجأ عندما تجد أن التجشؤ يعتبر طريقة لتكملة الطهي، أو أنه سيتم رفض الهدية على نحو متكرر قبل قبولها. لا يتم وضع عيدان تناول الطعام بشكل عمودي في وعاء الأرز، لا تترك عيدان تناول الطعام منتصبة في وعاء الأرز. هذا يذكرنا بطقوس يتم تقديمها